السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الموضوع اللي هتكلم عنه موضوع الفحص الوراثي للأجنة في حالة أطفال أنابيب. ليش بنسوي؟ عشان نتأكد إنه الأجنة سليمة، اللي هو فحص الخمس كروموزومات. إيش يعني خمس كروموزومات؟ نشوف الإدوارد والبتاو والداون سيندروم، بلس إحنا نشوف إذا كان الجنين ذكر أو أنثى. دائما عند السيدات اللي عمرهم فوق الأربعين نقول لهم الأفضل تسووه، عشان إنه نسبة الحمل بأطفال مشوهين كروموزومية عالية. طيب ما بين 35 و40 نخيرهم، بس نلزمهم أو نقول لهم الأفضل، ما في ما نلزمهم أبدا، نقول لهم الأفضل إنكم أنتوا تسووه إذا كان عندهم في حالة أو قبل أو أي مثلا إجهاضات مثلا متكررة، كان الزوجين عندهم مشاكل في الكروموزومات وهكذا. طبعا في اختبار الـ NIPT اللي بنسويه في الثلاثة شهور، بس طبعا إذا هتسوي أطفال أنابيب الأفضل إنه إحنا نسوي الفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع. وربنا يرزقكم ويقر عينكم بالذرية الصالحة.